بتحكي السيدة عائشة أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جاله الضيوف، فخرج فنظر إلى ركوة من ماء إلى لمته يصلح من هيئته. اللمة شعر النبي اللي كان واصل عليه الصلاة والسلام لغاية ودانه، فصلح هيئته كده، بص في كوز مية كده كأنه عامل زي المراية، فأصلح من هيئته صلى الله عليه وسلم. فقالت له سيدة عائشة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنت القائل الفاعل حين نظرت إلى وجهك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم يا عائشة، إن الله عز وجل جميل يحب الجمال، إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيئ من نفسه. بتقول له: أنت اللي بتكلمنا عن الآخرة وبتكلمنا عن معالي الأمور، تهتم أنك أنت تبص في شكلك وتصلح من هيئتك وانت خارج تقابل أصحابك؟ فقال لها أن ده من معالي الأمور، إن الله جميل يحب الجمال. يعني من علامات الإيمان ومعرفتك لصفات الله أني أعرف أنه جميل، ومن نتائج معرفتك أنه جميل أن تتخلق بأخلاق الله، فأنت كمان تحب الجمال. من ضمن جوانب الحضارة اللي بيسعى إليها العالم هو نظافة وطهارة جسد الإنسان، وده عمود رئيسي في صحته وصورته أمام نفسه وأمام الناس. الشريعة الإسلامية لم تهتم فقط بنظافة جسدك، بل جعلته من أمور الإيمانيات. قال صلى الله عليه وسلم: تخللوا يعني اغسلوا ما بين المفاصل والصوابع والأسنان، الشيء اللي يحتاج تخلل. قال: تخللوا فإنه نظافة، والنظافة تدعو إلى الإيمان، والإيمان مع صاحبه في الجنة. النظافة جزء من إيمانك بالله عز وجل، وإيمانك بدورك يا خليفة الله في الأرض. بل إن الركن الأساسي في الشريعة وهو الصلاة لا يقبل بغير طهور، يعني وضوء. فالنظافة ركن أساسي في العقائد والمناسك، الأركان، أركان الإسلام. بل لما ربنا حب يمدح الأنصار، مدحهم إن هم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام، وجنب مدحهم بنصرة الإسلام قال: فيه رجال، يعني في المسجد، في مسجد قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فمدحهم بالنظافة. فمن ساسك لراسك الشريعة توصيك إنك دايما تبقى بتبرق. يعني مثلا ربنا يوصيك تخلل الأصابع في الوضوء، وتغسل البراجم اللي هي الصوابع من فوق، شوف الدقة، وتمسح الودان من جوه ومن بره، وتنظف مناخيرك، وتستنشق وتبالغ في الاستنشاق وغسل المناخير والفم ما لم تكن صائما، وتغسل سنانك 5 مرات بالسواك زمان وبأي آلة مناسبة للعصر دلوقتي. إذن مش بس كده، ده أحاديث تعطر سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تحصى عددا، سواء تعطيره لإيديه أو وجهه أو لحيته، وصولا لشعره الشريف صلى الله عليه وسلم. حتى إن العلماء وضعوا التعطر في باب الإنفاق في سبيل الله الذي لا إسراف فيه، مهما تعطرت أنت مش مسرف لأنك بتكرم الناس. كل ده عشان تفضل أنت في أبهى صورة قدر الإمكان يا خليفة الله، لدرجة أن ربنا سبحانه وتعالى في الشريعة يدقق وراك، فلا يقبل منك الغسل إلا لما المية توصل لجميع بدنك. شفت قد إيه بيحبك نظيف قدام نفسك وقدام الخلق، وده من معتقدك ومن عبادتك. وسيدنا رسول الله لما يشوف حد ويلفت نظره لحاجة، سيدنا النبي لا يتكلم إلا في معالي الأمور. فلما دخل عليه واحد أشعث قد تفرق شعره، فقال صلى الله عليه وسلم: أما وجد هذا ما يسكن به شعره؟ تصرح شعره ويخلي شكله كويس. وشاف واحد عليه لبس متسخ، فقال صلى الله عليه وسلم: أما وجد هذا ماء يغسل به ثوبه؟ ملاحظات النبي دي وحي من رب العالمين، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يبقى تعالى نعمل زي ما الله ورسوله وصونا، وصاك بالنظافة الشخصية ونظافة الثياب وحسن التنسيق وجمال الطلة. دي مش رفاهية، دي عبادة بل معتقد. وقد قال صلى الله عليه وسلم، يوصي أبو الدرداء، قال: إنكم قادمون على إخوانكم، هتقابلوا ناس دلوقتي، فأصلحوا رحالكم، الحاجة اللي انتوا راكبينها واللبس اللي انتوا لابسينه والشنط بتاعتكم، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. ربنا مش بيحب البهدلة. شامة في الناس يعني ناس ظاهرين مشهورين بالشياكة، دي سنة إنك تبقى مشهور بالنظافة والشياكة والعطر. يبقى رقم واحد، بيتك لا يخلو من عطر، غالي أو رخيص على قد قدر ما تقدر، المهم تبقى دايما متعطر، سواء نفسك أو حتى بيتك.
احترم صورتك أمام الناس وأمام نفسك حتى بمداومة غسل أسنانك. الموضوع ده منفر جدا، خد بالك لو الفم لريحة. حسن هيئتك أمام الخلق عبادة، ما تكسلش تكوي هدومك وتنظفها، دي عبادة الله أمر بيها. ومن كان له شعر فليكرمه، دي مش ثقافة، ده دين ووصية النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ومش هنسى أبدا في بداية حياتي العملية لما مدير من مديرنا جاب واحد صاحبنا شيك قوي، من لمع من أول شعره لغاية جزمته وقال لنا خليكوا زي ده، من فوق لتحت بتلمع كده. مش هنسى المشهد ده. فإن الله جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافة، كما قال صلى الله عليه وسلم. وخلي الكلام ده قدام القريب مش بس الغريب، دوق المقربين منك من نظافتك كمان. اللهم عافنا في أسماعنا وأبداننا وأبصارنا، واشفي أجسادنا من الآلام، واحفظ قلوبنا يا رب من الأوهام.